لكن هناك من الفقهاء غير الشافعية من قال تقتحم البيت، تقتحم البيت وتطوف وتخرج فورا، وعليها فدية، عليها بقرة بدنة. فهمت عليها؟ في المذهب الحنفي، يعني هذا المذهب الحنفي، قال ماذا تفعل؟ لأن عندهم لا يشترط الطهارة للطواف واجب وليس شرطا لصحته. فهمت معي؟ عند الشافعي الطواف من غير طهارة غير صحيح. ثم التردد في المسجد ممنوع بالنسبة للحائض. الحنفية قالوا الطهارة للطواف واجب وليست شرطا. إذا لو أنا إنسان طاف من غير طهارة طوافه صحيح، لكن عليه دم، عليه دم. إنما المشكلة هو التردد في المسجد، تطوف في المسجد ممنوع عند الجميع. فماذا تفعل؟ قالوا تقتحم. يعني إيش؟ يعني شغلة سريعة، تقف هكذا تدخل بسرعة تطوف ثم تخرج، وعليها دم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت بأن الصفا والمروة في زمن الآن يتغيروا عن موضعها، فكيف نتوف في زمن الصفا والمروة؟ ما لها يتغير عن موضعها؟ لا لا لا، ما تغير عنه نفسي. سوى نحن الكعبة هنا، الصفا والمروة. هو في الأصل الصفا والمروة جبلان، جبلان، جبل هنا وجبل هنا. لكن يعني سابقا حد المكان، الآن وسعوا هذا المكان، وسعوه فبقي نفس المكان، لأنه في الأصل بين الجبلين، بين الجبلين، وليس الجبل 10 أمتار. يعني هناك بعض الناس شوشوا بعض الشيء، هم وسعوا المسحة، بدل أن يكون نصف هذا الطريق جعلوه كل الطريق. إيه؟ هل خرج عن بين الصفا والمروة؟ ما خرج، لأن الصفا في الأصل جبل والمروة جبل. كانوا قد أخذوا جزءا منها، الآن أخذوا الكل، فما صار ما من خير. ما بيصير يعني لا يجوز؟ لا لا يوقف طبعا. ما بيصير لا يجوز؟ لا يجوز. طيب في سؤال من أخوات؟ ما هو السؤال؟ هذا سيدي بالنسبة إلى هذا الصفحة 129. نعم. له مثل أخرج المثل من النعم. نعم. أو قومه. أيوة. قيمة هذا الثمن. قيمة يعني قيمه كم يساوي؟ مثلا يعني كم ليرة سورية؟ كم ليرة سورية؟ كم روبية؟ كم ريال؟ ويشتري به طعاما. مثلا هذا مثلا ألف. ألف ريال يشتري فيه ألف مد برسوم ألف ريال. ألف ريال ألف مد. يعني مثلا لو فرضنا أن المد مد الرز يساوي ريال مثلا، أو ريالين أو ريالات، كم يشتري بهذا المبلغ من الأمداد؟ مثلا 100 مد. إما أن يشتري 100 مد ويتصدق بها، أو أن يصوم عن كل مد يوما. لأننا نطوف، وكيف نطوف
لذلك يعني قلنا وكررنا القول لا مانع من التقليد. من الصعوبة بمكان أن تطوف حول الكعبة دون أن يلمس تلمس يدك يد امرأة أجنبية. فإذا أخذت المذهب الشافعي بدقة لا يصح طوافه. أيضا لو أخذنا بمذهب الحنفية بدقة لا تصح صلاة كثيرين من الناس. لماذا؟ لأن في المذهب الشافعي إذا صلت امرأة في صف الرجال صلت امرأة في الوسط من على يمينها بطلت صلاته ومن على يسارها بطلت صلاته ومن خلفها إلى آخر صف بطلت صلاته. فأيضا إذا يعني ليس للشافعية الحنفية أن يعترضوا علينا لماذا قلدتونا في عدم نقض وضوء المرأة. نقول لهم أنتم تقلدون ما بالصلاة. وكنا في سفرة من السفرات، أنتم تعرفون الشيخ عبد الرزاق الحنفي. نعم معروف أعطاه الله. فهو حنفي متشدد. كنا في السودان وكان هناك مؤتمرات وكذا. فوافق يوم من الأيام يعني بدنا ندخل على قاعة المؤتمرات قبل المغرب ونخرج بعد العشاء. وعند السادة الحنفية لا يوجد جمع بين الصلاتين. صح؟ فكنت أقول له في مثل هذه الحالة ما رأيكم سيدي هل تتشفعون أم ماذا تفعلون؟ يقول لي تتشفع فننوي الجمع. تتشفعون يعني تقلدون الشافعي. يعني في مواضع نحتاج إلى التقليد طيب نبدأ بالبيوع إن شاء الله تعالى. قال كتاب البيوع وغيرها من المعاملات اللي يعني الإيجار والرهن وكذا شايف. قال البيوع ثلاثة أشياء يعني ثلاثة أحوال مو ليس الأشياء معينة فقط يعني ثلاثة أحوال. بيع عين مشاهدة أبيعك هذه أو أشتريها منك فهي مشاهدة واضحة موجودة عند عقد البيع فجائز. والأصل من مشروعية البيع آيات منها قوله تعالى وأشهدوا إلى تبايعتم. يطلب منا أن نشهد عند البيع. إذا البيع جائز أم لا؟ البيع جائز. وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا البيع حلال. وأحاديث منها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل أو أطيب؟ فقال عمل أو كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. مبرور يعني لا غش فيه ولا خيانة. سليم من الغش سليم من الخيانة. إذا هذا الحديث أيضا واضح لأن البيع جائز ومشهور. أبيعك هذه السلعة وهي مشاهدة تراها جائز. وبيع شيء موصوف في الذمة. آتي إليك وأقول لك أبيعك مثلا ألف كأس من هذا النوع بهذه الصفة بهذه الصفة تماما. قد لا تكون موجودة حتى الواحدة فأصفها لك. كأس من زجاج طولها 10 سنتي قطرها 3 سنتي نعم هي من زجاج من نوع كذا 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 يعني أصفها لك وكأنها مشاهدة لك. هذا السبب وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به. وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. أقول الشيخ الضيافي عندي أنا سيارة في دمشق سيارة مرسيدس جيدة قوية مخلفة كذا أشتريها مني قل نعم أبيعه إياه ولم يرى فهذا بيع غير جائز. لماذا؟ لأنها لم تشاهد. لو كان في دمشق وشاهد هذه السيارة وقلت له السيارة التي ركبنا فيها مرة وشاهدتها قال نعم أعرفها وهي لا تزال على حالها أبيعك إياها يصح. أبيعك إياها يصح.
إلا أنه حين يأخذها إن وجدها تغير صفتها لا يصلح. استوعبنا؟ واضح؟ واضح. قال لأنه غرر وغير عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز لأنه غرر مع صفة هذه السيارة مع حوالها أي فيه خطر الغش والخداع. إيش معنى الغرر؟ الغش والخداع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعرفه بالشرع كلمة التخريج كلمة بيع الحصار. بيع الحصار. إيش عن بيع الحصار؟ في الجاهلية يتساوى هو وياه، يقول له أريد أنا هذه الكأس مثلا بكم تبيعني إياها؟ يقول له مثلا بعشرة، ألا تبيعني إياها بتسعة؟ فيكون بيده حصى فيرمي بها. رمى بهذه الحصى معنى ذلك أبرم العقد. يعني لأنه قال له بعتك أبرم العقد. أو هو يشتري يعني إحدى هذه السلع، بكم تبيعني هذه بعشرة، بكم تبيعني هذه بتسعة. طيب فيريد يقول له أنا أريد أن أشتري إحداهما، فبيده حصى، يرمي بالحصى أين وقعت تكون هذا البيع. فيه غرر أم لا؟ فيه غرر، فيه غرر. هذا يعني جاء في تخريج الحديث. قال ويصح بيع كل طائر منتفع به مملوك. يصح بيع كل طائر، أي شيء هو طائر يعني بذاته ومنتفع به. نعم. نحن قلنا سبق معنا أن كل حيوان في حال حياته يعتبر طائرا. طيب جماعة 100 ذبابة في كيس وجدت أبيعك إياها، صح؟ هي طائرة، لكن هل ينتفع بها؟ هل ينتفع بها؟ لا ينتفع. طيب نترك ذبابة. جئت بعشر رزات، عشر رزات، رز معروف، عشر حبات، قلت أبيعك هذه الحبات من الرز، ينتفع بها؟ لا يصلح، الشرط أن يكون نفع به. مملوك، أنا أقول لك الآن أبيعك هذا الكأس، أبيعك هذا الكأس لما ليس منك، هدية أن أبيعه ليس هي أن أبيعه، تمام؟ أنت مثلا شاهدت أني ألبس هذه الجبة، زميلك مثلا قال لك والله جبة الأستاذ يعني جميل، قلت له طيب أنا أبيعك إياها وأنا أتجه مع الأستاذ، فبعته إياها، يصح البيع؟ لا يصح هذا البيع. نعم. إذا ينبغي أن يكون مملوكا. فلا يصح بيع ما لم يملكه لأنه لا ولاية له على المبيع حال العقد، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولا بيع إلا فيما تملك، لا تبيع إلا ما تملك. وهذا عيب يسمى عند الفقهاء بيع الفضول، بيع الفضول، يعني حين واحد يبيع مال غيره يعني يعمل فضولا، يعني هو لماذا يتصرف هذا التصرف؟ عند الحنفية جائز صحيح، لكن موقوف على رضا المالك، موقوف على رضا المالك، يعني إذا سمعتم حتى يكون عندكم فكرة. نعم. قال ولا يصح بيع عين نجسة. طبعا نجسة باعتبار الشرع، بحكم الشرع، يصح بيع الكلب ولو كان معلما للصيد، لا يصح بيعه. إنما يمكن يعني واحد عنده كلب معلم على الصيد، يمكن أن تعطيه شيئا من المال ليتنازل لك عنه، ليس بيعا، ليرفع يده عنه لأنه يدخل تحت اليد، انتبهت معي؟ يدخل تحت اليد. أنا أصيد، علمت كلبا الصيد، هل لك أن تأخذه عنه؟ ليس لك أن تأخذه، فهو تحت يدي، تحت سلطانك. أبيعك إياها يا صاحبي لأنه عين نجسة، لكن يمكن أن أتنازل لك عنه، أرفع يدي عنه إما من غير مقابل أو مقابل شيء، لكن لا يسمى بيعا، بدليل إذا أخذته و
وأرسلته على الصيد فأكل من الصيد ظهر فيه عين، ليس لك أن ترده لي. البريء إذا ظهر فيه عين ترده للبائع. البائع معي؟ يعني أنا أسمع لك هذا لك والله يعني أعطني يعني وقت كفاية قلت تنازل عنه رفع يده ممكن بدفع فلوس ممكن بغير دفع فلوس ممكن بدفع فلوس ممكن بغير دفع فلوس يعني لا يسمى بيع ما يسمى عقد لا عقد ولا شيء ما في عقد مثلا تنازل رفع يد رفع يد يعني مثلا اتيك بامثله اخرى في ورث الحيوان يستعمل احيانا كسمات للزرع ماشي فواحد جمع هذا الروث ليجعله في بستان في ارضه جاء واحد قال اعطني شيئا من هذا الروث يقول هذا الزرع هل له ان ياخذ منه؟ لا لانه تحت يده قال اعطني شيئا منه قال طيب اعطيك 10 أوعية لكن تعطيني مثلا 10 روبيات هل هو بيع؟ ليس ببيع بدليل اذا اخذها وظهر له فيها عين ليس له ان يردها بينما بالبيع في رد العين اذا ظهر عين في رد نعم لا لا الاصح بالنسبه للقران للمصحف الاصح انه يصح بيعه الاصح انه يصح بيعه لكن ادبا نستعمل لفظ الهبه لما نشتري مصحف نقول له بكم تهبني هذا المصحف بكم تهبني الهبه اذا كانت بثواب هي بيع بكم تهبني ايش يعني بيع بيع لا لا ما في شيء انت تشتري الورق والجلد ما الى ذلك يعني لا ليس في شيء نعم قال روى البخاري عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح وهو بمكه ان رسول الله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام لانها اشياء ايش؟ محرمه فقيل يا رسول الله أرأيت شحوما ميتا إذا ماتت بقرة أو بدنة فإنها يطوى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس سوى إيش؟ يشعلوها يستطيلوا بها فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله ربما حرم شحومها جمدوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه اليهود على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فاذا محرم هذه الشحوم عليه ماذا فعلوا؟ اذابوها جبلوه اذابوه وجعلوه اشياء اخرى وباعوها واكلوا ثمنها فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني لعنهم قال قاتل الله اليهود فلما سالوه من ياخذ دهن الميتة والسفيه قال ايش؟ ليس له قال عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن. البغي يعني الزلل والعياذ بالله، وما هو يعني ما تاخذه بالمال مقابل زناها. وحلوان الكائن روح عن واحد يعني مثل ايش الساحر او شيء يقول له شوف لي يعني حظي ما عندي الذي يتنبأ بالغيب يتنبأ بالغيب فنعطيه فلوسا حرام والذهاب اليه حرام من اتى كاهنا فصدقه فقد اشرك بالله من اتى كاهنا فصدقه فقد اشرك بالله نعم قال قد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاتساب به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. يعني كان اهل الجاهليه عنده امع يجبرها ان
ترتكب الفاحشة أن تزني من أجل أن يأخذ المال، فالإسلام نهاهم عن ذلك وحرم ذلك. قال ولا ما لا منفعة فيه لا يصح بيعه ما لا منفعة فيه، كما كالأمثلة التي ذكرناها كالحشرات وحبة الحبة وآلات الملاهي المحرمة، المزمار والكيسار وغيره كلها لا يجوز بيعها، لأن بذل الثمن مقابل ما لا ينتفع به سبق. واحد يأتي ولا يعطي مالا مقابل شيء لا ينتفع به، يدل على أن الإنسان يعني ليس طبيعي له، فنوع من السفر، نوع من التفسير، كما يلقي ماله في البحر، وهذا لا يجوز. وأكل لأموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال فصل: والربا في الذهب والفضة والمحرومات. في ملاك عقل يعني أو العرب، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما هو الربا؟ الربا الزيادة في أصل اللغة، في أصل اللغة الربا الزيادة، لكن هنا في الشرع زيادة معينة، زيادة معينة كما سنبين. قال: في الذهب والفضة والمرهونات، يعني الربا علة تحريم الربا ما هي؟ في الذهب والفضة كونها أثمان، كونها أثمان، يقاس عليها طبعا في العملات النقدية الآن الورقية، يقاس على الذهب والفضة، يعني في قطع مثلا متر بقطعة واحدة، مثلا قل يا إنسان اصرف لنا هذه المتر ب أعطينا إياها ربي ربي، قال أعطيك 90 مثلا، يجوز؟ لا يجوز. معه 5 قطع كل واحدة 100، قال لآخر: خذها وأعطني قطعة واحدة 500 وخذ عليها 10، يصح؟ لا يصح، لأنها من جنس واحد وهي أثمان، وهي أثمان. أعطيك كيلوين رز، كيلوين رز جيد كبير هكذا يعني فاخر، تعطيني 3 كيلوات من رز اخر اقل نفاسة، يصح؟ لا يصح، لا يصح. هذا ايش؟ الربا في المرقومات، في الذهب والفضة، يعني في الاثمان، في الاثمان وفي المرقومات. اما ابيعك هذه الكأس ب10 كؤوس ولو مثلها صحيح الشافعي، لأنها ليست أموالا ربوية، ليست أموالا ربوية كما يعني سيأتي البيان والربا. نعم، قال: والربا باللغة الزيادة والشرع نوع من التعامل تتحقق فيه زيادة على شكل مخصوص يتنافى مع أصول التشريع الإسلامي، والتعامل بالربا من الكبائر، من الذنوب الكبيرة، بكل أسف الآن يعني كل الإسلامية تتعامل بالربا بالرياسة. والأصل في تحريمه آيات منها: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحاديث منها ما رواه جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا الذي يأخذ إيه؟ الزيادة، وموكله والذي يعطيه هذه الزيادة، وكاتبه وشاهديه، يعني كل واحد يشارك في الحرام يرتكب نفس الإثم. وقال: هم سواء، أي يستوون في فعل المعصية بالإثم. طيب، لا شيء من التفصيل. قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، كذلك يعني الفضة، إلا متماثلا نقدا. أبيعك قطعة مثلا 5000 روبية بمثلها، أو ب50 قطعة يعني كل واحدة إيش؟ 100 روبية، 5000 تساوي 50 من 100، ما في معنى. إذا زاد روبية واحدة ممنوع، ممنوع مثلا بمثل. ونختم،
أعطيك نعم أنا وأنت تعطيني يدا بيد، فذهب أو بذهب نقدا يدا بيد، فضة بفضة يدا بيد، مطعوم بمطعوم يدا بيد، أشتري منك صندوق مانجا بصندوق تفاح، لا مانع أن يكون هناك فرق في الوزن، صندوق المانجا 10 كيلوات، صندوق التفاح 20 كيلو، لكن لابد أن يكون يدا بيد، أعطيك هذا وتعطيني هذا. أما تعطيه صندوق المانجا الآن وغدا أعطيك صندوق التفاح لا يصلح. واضح؟ لماذا؟ لأن العلة واحدة. في اتحاد العلة واتحاد الجنس. تفاح وتفاح جنس واحد، 10 كيلوات 10 كيلوات. إذا أن تزيد 5 غرامات لا يجوز. ويدا بيد. ويدا بيد. فإذا كان من جنس واحد يسمى ربا الفضل. ربا الفضل. فيشترط فيه علم التفاضل ويشترط فيه التقابل. إذا اختلف الجنس تفاح بمنكة مثلا، رز ببرغل أو بقمح، فاختلف الجنس يصح التفاضل، يصح التفاضل، كيلو رز بكيلوين قمح يجوز، لكن يدا بيد، أنا أعطيك الثمن وتعطيني خدمة. هذه تسمى العلة. الأثمان علتها أنها أثمان، والمطعومات علتها أنها مطعومات. فإذا وجدت العلة، نفس العلة امتنع إيش النسب التأخير، يسموه ربا النسب التأخير. إذا اتحد الجنس امتنع ربا الفضل، يسمى ربا الفضل، امتنع التفاضل، ينبغي أن تكون كمية واحدة. ماشي. ماشي. اختلف الجنس. تمام. 10 روبيات بدولار مثلا، 100 روبية بدولار مثلا، ما في مانع، لكن لابد من التقابل. من التقابل، أعطيه روبية ويعطيني بالدولار. اختلف الجنس، روبية غير دولار. نعم. جزاكم الله أحسن جزاء. هذا الذهب. الذهب. لكن ذهب واحد هذا يعني صار يشكل بزينة، صار نعم. واحد يعني حفرة. نعم. نفس الشيء يعتبر جنسا واحدا، يعتبر جنس هذا ذهب وهذا ذهب، فلا بد من التقارب والتماثل، يعني راء مع سوار مثلا 20 ذراع قراما عيار 21 مهم كل شيء عيار 18 عيار يعني لأنه يضعون فيه مواد أخرى حتى يقوى، فتريد أن تستبدل به سواراً آخر، فينبغي أن يكون بنفس الوزن وبنفس النوع، بنفس الوزن وبنفس النوع. هنا تقع مشكلة، وهو أن الصارى يعني بائعو الحلي لا يقبلون بذلك، أليس كذلك؟ يقول لك أنا اشتغلت عملت صارى كذا. في المذهب الحنبلي يعني مش كما يعني اتفقنا، في المذهب الحنبلي يجوز تعطيه السوار الذي وزنه 20 غراما غراما، ويعطيها سوار وزنه 20 غراما، ويأخذ أجرة صنعته، يأخذ أجرة صنعته، يقول أنا بدي 100 روبية 200 روبية أجرة الصنعة. في المذهب الحنبلي هذا جائز، ماشي الحال. يعني نسر على قال رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب للذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فهو ربا. وفي روايه ابي سعيد يدا بيد اي نخلا لتقارب البدلين في المجلس ومتماثلا دون زيادة في الوزن. قال ولا بيع، انتهينا من هذه المسألة، مسألة الربا، واضح هذا الكلام؟ قال ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه. أنا جئت إلى محل اشتريت مثلا هذه البضاعة،
ما تزال في يدي البائع، هي ما تزال في يدي البائع. اشتريت المال وربما دفعت ثمنها، هل دخلت في ملكي؟ هي دخلت في ملكي، لكن انا هل اصبح لي ولايه عليها؟ لعلي قبل ان اقرضها وقعت فتلفا على حساب من؟ تتلف على حسابي، تتلف على حساب من؟ على حساب البائع. المبيع قبل قبضه، المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، من ضمان البائع، لأنه لم يخرج من ولايته، ما زال تحت ولايته، تحت إشرافه. هل لي أنا الآن أن آتي وأبيعك إياها قبل أن أستلمها؟ لا. لماذا؟ لأن في هذه الحالة ربحت دون أن أضمن. أنا لم أكن ضامنا لها، أنا لم أكن ضامنا لها، كيف أبيعها؟ لو تلفت، تلفت على حساب البائع. فأنا إذا حين بعتك إياها ربحت ما لم أضمن، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ماشي؟ طيب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، وفي رواية حتى يقبضه. وفي رواية قال: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام. ايش يعني جزافا؟ يعني دون وزن، دون وزن، يا ولا كومة من الرز، كومة من الرز ممكن تكون 10 كيلو 20 كيلو، كم تبيعني اياها؟ تبيعني هذه الكومة؟ قال لي 100 روبية. طيب اشتريتها، هذه 100 روبية. ذهبت أتيت بإنسان قلت له أبيعك هذه الكومة ب 120 روبية، لأنك ما خلطتها، أنت ما خلطتها، تضرب استلمها وانقلها إلى مكانك، مكان بيعك وشرائك، وعندها تبيعها. تبعت معي؟ طيب، إذا معنى جزافا يعني دون أن أعلم كيلها. طبعا أنا أبيعك إياها بدراهم، بنقد. أما لو بعتك هذه الكومة برز، من الرز، بكومة من الرز، لا يصح، لا يصح، إلا إذا كنت أعلم أن هذه الكومة بقدر هذه الكومة. وضعت 10 كيلوات رز هنا من نوع نفيس، وضعت أنا هنا 10 كيلوات رز من نوع آخر، أبيعك هذا لهذا، يصح. أما كومة لا أعلم وكيلتها، أبيعك إياها بكومة أخرى من الرز، لا يصح. أما بالنقد بالروبية كذا يصح، واضح؟ لكن بعدما اشتريتها لا أبيعها حتى أستلمها، لا أبيعها حتى أستلمها. ماشي؟ سوى عملية الضم. عملية الضم إيش؟ اشترى سيارة ويبيع الزبائن، هو يملك الزبائن يملك السيارة. صحيح. يعني باع ما لم يكتب، لذلك نقول لهم نحن المصالح الإسلامية نحذرهم من أن يتصرفوا تصرفات ليست صحيحة. يعني أنا مثلا أذهب إلى البنك أريد أن أشتري سيارة، فأقول له أنا رأيت السيارة الفلانية في المكان الفلاني، وضعها كذا، صفتها كذا، يبعث معي موظفا يرى هذه السيارة، أتفق أنا مع البنك أن يشتري لي هذه السيارة، ثم أنا أشتريها منه بربح 5% مثلا، أعطيته عهد ذلك، صح؟ يبعث معي واحد موظف من قبل البنك، أقول له هذه السيارة، يشتريها هو الموظف من قبل البنك، وكيل عن البنك، يشتريها ويستلمها، يشتريها ويستلمها. بعد أن يشتريها ويستلمها يأتي البنك فيبيعني إياها. هذا يسمى عقد مرابحة، يبيعني إياها بربح معين. أما أن أقول له سيارة الفلانية وين هذه؟ إيه ماشي، أنا أريد أن أشتريها. إيه نحن يعني نشتريها ونبيعك إياها بربح 5%. نعم، كم قيمتها؟ مليون روبية. هذه مليون روبية دون اشتريها وعمل عقد. صح، هذا مو صحيح.
أعطيتني مالا وسوف تأخذ مني زيادة. فلا يصح. كثير من الناس خاصة من الأراضي. نعم. وهنا واحد ما عنده شيء لكن يتكلم هذا تريد تشتري أرض هذا تشتري أرض هذا ثم يأخذ الأجر يعني 1% أو 5%. لا. استمسار ما في. لكن أقول يعني موضوع النسبة هذا فيه إشكال. يعني أنا مثلا هنا عندي أرض، أنت عندك أرض. فنحن لا نعرف الناس، هو سمسار، فنحن أخبرناه نريد أن نبيع أرض نبيع. فهو يأتي للزبائن يريه هذه الأرض ويريه هذه الأرض. حين ننتفع فنبيع هذه الأرض يأخذ مني إيش؟ أجرة. فهذا جائز لكن يشترط أن تكون الأجرة محدودة. الناس لا يفعلون ذلك، يأخذون نسبة من 101 من 102 من 103، هذه فيها إشكال. أما اتفق معي أنا أبيعك لك هذه الأرض وأخذ عليها 10,000 روبية، 100,000 روبية، ما في، أجرة يعني. إذا معنى يبيعون الإزازة عرفنا إيش معناه، يعني الطعام يضربون أن يبيعوها، يضربون. رأيت الناس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيعون إزازة يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يروحوا إلى رحالهم. التأكيد يعني، برضه التأكيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني طعاما كان أو غير طعام، لا أبيعه حتى أقبضه ويدخل في. وروى حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البلوع، كان تاجرا حكيم بن حزام، فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يعوزها التجار إلى رحالهم أي منازلهم. قال: ولا بيع اللحم بالحيوان، لا يجوز أن يبيع اللحم بالحيوان. تعطيك أنا هذه الشاة تعطيني 5 كيلو لحم، لا لا يجوز. نعم يا سلام عليك. لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم، نهى عن بيع الشاة باللحم مثل الشاة غيرها. وروى مالك الموطأ مرسلا، عرفنا حديث المرسل مع الله، عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. سعيد بن المسيب تابعي يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا فعل من الصحابي الذي سمع منه الحديث مرسل؟ قال: ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، تبيعني ريالات بدولارات، ما في مانع، 100,000 مثلا روبية ب5,000 دولار، ما في مانع، لكن ايش؟ نقدا يدا بيد. روى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر يعني ايش؟ القمح، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثلاثة الأصناف: تبيع ذهب بفضة، تبيع التمر بقمح، تبيع ملح بشعير، ما في مانع إذا اختلف الوزن، لكن يدا بيد. قال: وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، الورق بالفضة، نهى عن بيع الذهب بالفضة دينا. بكرة غدا أعطيك، تعطيني الآن 10 غرامات ذهب، أعطيك غدا قيمتها 20 غرام فضة، لا يجوز. 10 غرامات ذهب ب20 غرام فضة يجوز، لكن يدا بيد. أعطيك الفضة وتعطيني الذهب، هذا اسمه بيع الصرف، اسمه الصرف. قال: وكذلك المطعومات، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا،
روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه يعني اختلفت ايش اصنافه فيجوز بيعه متفاضلا لكن ايش نقدا. نعم. وفي حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر بعث رجل من اجل بعثه من النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح خيبر ملكها المسلمون غنيمه وزعها على المسلمين وكان نصيب للنبي عليه الصلاه والسلام وكان كل سنه يبعث عمال ياتون بنصيب المسلمين. استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جميل تمر جيد يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل التمر خيبر هكذا يقول شوية تمر النبي عليه الصلاة والسلام جيد يعني من أجل أن يأكله. هل كل تمر خيبر هيك يعني جيد؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم النوع العادي الجمع يعني الفسيس ليس جيدا بيعه بالدراهم ثم ادفع بالدراهم جنيبا. أما أن تبيع هذا بهذا مع زيادة لا يجوز. قال ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ذكرنا أوضحنا إذا اختلف الجنس يجوز. ولا يجوز بيع الغرر ولا يجوز بيع الغرر كما قلنا يعني أبيعك واحدة من هذه التي أرمي عليها هذه المحرمة هي المالية لا هذا ايش في الامرار. نعم. ادخلت يدي في جيبي او قلت لك ابيعك ما في جيبي. قولي بهما. لا 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 انا ما بمشي الحال ما بصير هذا شو اسمه؟ غرر. قال روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. شرحنا ايش بيع الحصى ان يشتري احد المبيعات مجهولا بدل الحصان وبيع الغرر هو كل ما في بيع فيه جهاله تجعله مترددا بين المنفعه والمفسده وغير معلوم النتائج كبيع الحمل في البطن ناقه او بقره حامل ابيعك ما في بطنها طيب لعله ليس في بطنها الشيء بطنها منتفخ اكل كثير ما في بطنها شيء نعم أو لعلها كانت تلد أنثى وأنت تريد ذكرا، فتلد ذكرا وأنت تريد أنثى، ولعلها أثناء الولادة يموت هذا الولد. والدبرة في الضرع، البقرة أبيعك الدبر الذي في الضرع هذه البقرة لا يصح. ومجهول الصنف، مجهول الصنف. دخلت عندي وأنا عندي مثلا مكنات وعندي كؤوس وعندي أشياء كثيرة. أبيعك قطعة مما عندي بألف روبية قطعة أي قطعة أي قطعة أنا أختار فعندي أختار أنا شيء لا تختاره أنت ولعلك أن تختار شيئا أنا لا يناسبني فإذا في غرض للبائع وغرض للمشتري فلا يجوز ذلك. نقف هنا طيب نعم سيدي تفضل أشار في مجتمعنا رأي البقرة فطلع عندي بقر ثم رعى أحد إخواني ثم اتفق بيننا وبينه بأن الولادة الأولى لي ثم الولادة الثانية لك فكيف هذا الأمر؟ غير صحيح هذا غلط تعطيه الأجرة مجهولة الولادة الثانية لعلها لا تلد الأبقار أو تلد فتموت هذه الأولاد أو تلد أولادا أو بعضها يلد وبعضها لا يلد إذا صار في إيه؟ لكن هذا لابد يلد إذا لم يلد يعني ينتظر لا يصح أقول له ارعى هذه الأبقار وهذه البقرة لا أعطيه بقرة من هذه الأبقار مثلا يعني ينبغي أن تكون الأجرة معلومة ينبغي أن تكون الأجرة معلومة هذا يأخذ أجرة ما هي هذه الأجرة؟ مجهولة مجهولة فليس لا يجوز بل لو قلت له ارعى لي هذه الأبقار ولك واحدة منها لا يصح لا يصح لأنها مجهولة وقد يرضى هذه ولا يرضى هذه فأعين له أعين له بقرة
التي أزل بعد دقيقتين ولكن الذين شفته معنا راتب بعد الصلاة إن شاء الله. وحتى شاركته الأسئلة ثم نحر الشهادة إن شاء الله تعالى ونحسن كفارة المجلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.